السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة الدخول لنظام المودل: بعد الوصول إلى الصفحة الرئيسية للكلية المعنية، يحتاج كل كادر تدريسي إلى حساب المودل، يتكون من يوزر نيم، اسم المستخدم، والباسورد، كلمة المرور. بعد الإدخال الحساب نعمل لوجين دخول. ندخل إلى الصفحة الرئيسية اللي هي أمامكم. أولا، لغرض إنشاء بنك أسئلة، ضروري جدا تحديد المقرر الدراسي. تحديد المقرر الدراسي من خلال ماي كورسز، تظهر عندنا المقررات الدراسية. ممكن بعض الأساتذة يظهر عندهم مقرر دراسي واحد، أو البعض يظهر عندهم أكثر من مقرر دراسي. الآن لنفترض إنشاء بنك أسئلة وامتحان خاص للحاسوب المرحلة الرابعة. نضغط على الحاسوب المرحلة الرابعة. الآن حددنا المقرر الدراسي ودخلنا إليه. من خلاله نستطيع إنشاء بنك الأسئلة وعمل امتحان وربط بنك الأسئلة بالامتحان. أولا نحتاج أن نذهب إلى بنك الأسئلة من خلال يمين الشاشة إلى الأسفل. نذهب إلى إدارة المقرر الدراسي. إذا كانت هذه الأدوات التولز ما ظاهرة، قد تظهر بهذا الشكل. نضغط على إدارة المقرر الدراسي، تظهر لنا هذه الأدوات، نختار بنك الأسئلة. لاحظ في بنك الأسئلة بعد ضغطنا إلها يظهر لنا أربع تبويبات أو أربع أوامر، هي الأسئلة، فئات، استيراد، وتصدير. كل واحدة إلها عمل معين راح نوضحها. الآن راح نوضح بالتفصيل التبويب أو الأمر فئات. هذا الأمر فئات نستطيع أن نستغله بكثير من الأمور قبل إنشاء بنك الأسئلة. الآن عندنا بالأصل هي فئة أساسية تسمى فئة أعلى، لكل مقرر دراسي إلى اسم فئة. هذا الآن المقرر هو اسمه الكمبيوت 22. نستطيع من خلاله تنظيم عملنا وتوزيع وإنشاء فئات جديدة. مثلا عندنا أكثر من حالة الآن في نظام المودل بإنشاء فئات للامتحان. نستطيع أولا، بعض الأساتذة ممكن نعطي أكثر من طريقة ونوضحها، ولكم الاختيار في إنشاء الفئات المناسبة وإدخال فيها الأسئلة الامتحانية. ممكن في بعض الحالات أولا يتم تقسيم الفئات على درجة صعوبة الأسئلة. ننشأ ثلاثة فئات: أسئلة سهلة من هاي الطريقة، أسئلة ونضغط إضافة فئة. لاحظ أن نشأت عندنا فئة اسمها أسئلة سهلة، صفر بالأسئلة ما بيها أسئلة، وننشأ أسئلة متوسطة، وأيضا نضغط على إضافة فئة، وثالثا ننشأ فئات أسئلة صعبة إضافة فئة. هاي الفئات بعد انشأناها الثلاثة هي فارغة. طبعا هنا نستطيع تصعيد هاي للأعلى من خلال هذا السهم، نضغط الأسئلة الصعبة بالأعلى والسهلة تنزل، أو بالعكس إذا تنظيم ترتيبين بهاي الشكل. هاي بعد ما ننشأ الأسئلة ثانيا هاي الطريقة، من هنا عندنا طريقتين إنشاء الأسئلة راح نشرحها إن شاء الله لاحقا، ونضع الأسئلة اللي ننشأها في كل فئة من هذه الفئات. وبالامتحان نستطيع أن نستورد ونضع الأسئلة الامتحان بتوزيع بعض الأسئلة من الأسئلة السهلة، وتأتي بعضها صعبة وبعضها متوسطة. هذا النوع من الفئات ممكن نشتغل عليها، لكن هذا بإيجابيات وسلبيات. الإيجابيات هي تقسيم الأسئلة وتوزيعها بدرجة صعوبة للطالب، لكن من ضمن سلبياتها ما راح نضمن أنه المادة العلمية تأتي كاملة للطالب، لأنه إحنا راح تكون أسئلتنا هي أسئلة عشوائية اختيارها راح نوضحها. بالتالي ممكن بعض الحالات الطلبة تأتيهم المادة كاملة في الامتحان من فصلين ثلاثة، وما تأتي من بعض الفصول. هاي النوع الأول حسب اللي يحتاجه. نحذف الفئات من هاي الأداة الحذف. هاي التقسيم الأول في الفئات. هناك تقسيم ثاني للفئات على حساب الشابترات الفصول، حتى يضمن الأستاذ أنه المادة العلمية تأتي لكل الطالب، ينشأ فئات نسميه الفصل الأول، ويضع الأسئلة في داخله، وينشئ أيضا الفصل الثاني أو chapter 2،
ويضع فيه الأسئلة الخاصة بالشابتر 2، طبعا الأسئلة الخاصة في كل فئات وأنواعها اللي هي سواء كان ترو فولس، ملتي تشويز، مقالي، شورت أنسر، ماتشنج، كلها يضعها في الفصل الخاص به، وهكذا يستمر بإنشاء الفصول ممكن يصل إلى الفصل السابع أو الثامن. ومن خلال أيضا نفس الطريقة إنشاء الأسئلة حسب أنواعها اللي راح نتعلمها، نحدد من هاي اختار الفئة. الآن تلاحظون حدد مثل هاي الآن الأسئلة اللي دا أنشأها هي خاصة بالفصل الأول، فاختار الفصل الأول وأبدي أنشأ الأسئلة اللي تكون خاصة كلها بالفصل الأول. بعد ما أنتهي أختار الفصل الثاني، وأيضا راح أقول له إنشاء الأسئلة تكون خاصة بالفصل الثاني. هاي الطريقة أيضا لها إيجابيات وسلبيات بتقسيم الفئات. الطريقة الإيجابية هي راح نضمن عكس الأولى، راح نضمن إنه الأستاذ من يجيب امتحان النهائي الفاينل راح يضمن كل المادة العلمية تكون مغطاة بالامتحان، لكن درجة السهولة والصعوبة المتوسطة في هذه الحالة راح نفقدها، فلازم نضع أسئلة متوسطة الدرجة حتى نضمن انه الدرجة او يعني الأسئلة صعوبتها متوسطة بصورة عامة. سؤال: هل يمكن نعالج ونحصل طريقة مثالية فصول في داخل الفصل درجة السهولة والصعوبة؟ نقول نعم، هي هاي الطريقة المثالية إذا يحب الأستاذ يطبقها، يضمن عدالة للكل، وهي أولا يقسم الفصول وفي كل فصل يكون في أسئلة سهلة ومتوسطة وصعبة ويعمل بها امتحان. كيف يكون؟ يكون الموضوع كالآتي: بعد ما أنشأنا هذه الفئات أساتذة الثلاثة، منا نحدد الفئة الأعلى، يا هي كانت الفئة الأعلى هي الافتراضية هاي، فالآن نحدد الفئة الأعلى الفصل الأول، ومن ثم نشأ في داخله نقول أسئلة سهلة، نقول له إضافة، لاحظون، وأيضا في داخل الفئة الفصل الأول نقول له أسئلة متوسطة، إضافة فئة، وأيضا أسئلة صعبة، ونكرر هذا بالفصل الثاني والثالث. هنا أنا حالة عالجنا السلبيات بالنوع الأول اللي كانت فقط أسئلة، وعالجنا السلبيات اللي كانت في النوع الثاني فقط فصول. هنا أنا أسئلة صعبة وننشأ إضافة، ونكرر هاي عملية الفئات في كل الفصول المهمة. أيضا يعتمد حسب التدريسي والقسم والعمادة إذا تحتاج هاي التصنيفات. وأيضا أكو حالة ثالثة نهائيا أساتذة، الآن منا يكون الحذف لكل فئة، لاحظ. طيب الآن حالة ثالثة ممكن تكون فقط أسئلة بدون تصنيفات بدون فئات، يعني على هاي الفئة الأعلى فقط يأتي الأساتذة ينشئون جميع الأسئلة من بنك الأسئلة أو نماذج الأسئلة، طبعا أيضا ممكن ويخلوها هنا في كلها في افتراضي واحد، لكن أنا ما راح نستطيع نحقق أنه المادة العلمية تأتي لكل التغطية للطالب، ممكن تأتي بعضها ممكن البعض ما يأتي. هاي حال. أيضا الآن أكو حالة رابعة، ممكن نقسم الفئات على حسب نوع الأسئلة اللي ننشئها، يعني الآن أكو بالفئة الأعلى ننشئ فئة نسميها أسئلة اختيارية، فنضع بها جميع الأسئلة الاختيارية اللي احنا خالها لجميع الشابترات، نقول له إضافة، وأيضا نضيف أسئلة صح وخطأ، ونعمل إضافة فئة، وهكذا. هي تقريبا 5-6 نماذج مهمة في المودل، هي طبعا المودل يعطينا 15 نوع بالأسئلة، لكن الأكثر استخداما هي 5 أنواع تخلين هنا فئات، وتبدأ بإنشاء الأسئلة من هنا. إذا كانت نوع الأسئلة جميعها هي نوع أسئلة اختيارية، ننشأ عشرات الأسئلة الاختيارية. طبعا احنا عندنا نوعين في إنشاء الأسئلة، سواء أسئلة يعني ننشأها يدويا، أو لا ننشأها في تكست دوكيومنت ونسوي عملية استيراد، أو نسوي تصدير وثم استيراد، إن شاء الله راح نشرحها لاحقا. هاي النوع أيضا رابع أو خامس من الفئات ممكن، لكن أيضا هذا فيه سلبيات، ما راح يحقق لنا احتمال في الامتحان المادة العلمية الشاملة. ممكن احنا نختار أسئلة من كل نوع 3 أسئلة تأتي للطالب مجموعها 20 سؤال، لكن ما راح نضمن إنه المادة العلمية كلها تأتي، ممكن يصير التركيز بشكل عشوائي على كم فصل لبعض الحالات من الطلبة نحذفها منها.
الآن الحالة الأخيرة بالفئات الخامسة أو السادسة الأخيرة طرح أنه ممكن يقدم نماذج ثلاثة من كل تدريسي في الامتحان، ويأتي نموذج معين، يأتي نموذج معين للامتحان. هنا كيف راح يكون حتى نحل هاي مشكلة النماذج؟ نعمل نماذج ثلاثة هنا، نموذج واحد اللي هو النموذج الأول الورقي، هاي فئة أولى، وهي طبعا مهمة جدا احنا نراعيها، ونختار نموذج اثنين ونعمل إضافة فئة، ونعمل نموذج ثلاثة اللي هو الفئة الثالثة، نموذج ثلاثة هي تشابه للأسئلة الورقية اللي راح تقدم في بعض الحالات. طيب بعد ما انشأنا نموذج هنا واحد واثنين وثلاثة، بالإمكان في كل نموذج حتى نحقق العدالة للكل نعمل شابترات خمسة أو ستة لكل نموذج، ونخلي في كل شابتر مثل ما وضحنا سابقا حقق العدالة المتوسطة في الأسئلة، ليس هي صعبة وسهلة لكن متنوعة كل أمورها، ونعمل في كل نموذج بعد اختيار نموذج من الفئة الأعلى كل النموذج الأول، ويفضل يكون هذا الشيء إذا نريد نحقق كل المادة تأتي نعمل الفصل الأول وهكذا يكون تحت النموذج الأول، نأتي للنموذج الثاني، وإذا لا ما نحتاج هذا الشيء فقط نموذج واحد نموذج اثنين ونموذج ثلاثة حسب رأي القسم، أيضا نرجع والعمادة اللي هي تحتاجها. وضحنا طبعا جميع الحالات الفئات لكل أنواعها، ولكم الاختيار الآلية المناسبة. إذا بعد ما عملنا فئات ثلاثة نماذج من خلال إنشاء الأسئلة من أساتذة، نقول له أسئلة راح ناخذ النموذج الأول الورقي ننشئه بكل أنواع وصيغه تحت يا فئة النموذج الأول، نضع بنك أسئلة. طبعا من الإمكان يفضل النموذج تكون هي ليس نموذج ورقي محدد في أربع أسئلة بثلاثة باثنين، لأنه الميزة المهمة في الموديل هو التعامل مع بنك الأسئلة، نعطي بنك أسئلة للنموذج الواحد مثلا نموذج متكامل بنك 50 أو 40 سؤال، ونختار من عندهم 10 أو 15 في الامتحان. الغرض من عدة هي تقليل الغش وأيضا تنوع الأسئلة في الطلبة، هذا شيء مهم. وأيضا نقدم نموذج الثاني هو عبارة عن بنك أسئلة ويحتوي على 30-40 سؤال ويتنوع جميع أنواعه وهكذا. في إنشاء نحن نأتيها لاحقا بعد ما ننشأ الامتحان، هذا الامتحان من النشأة يا نموذج راح نختار من عدة، تكون هاي من قبل لجنة الامتحان هي تختار نموذج كامل، طبعا الإدخال ممكن يكون من قبل الأستاذ التدريسي ماكو أي مشكلة للنماذج، لكن بالامتحان يا نموذج راح يتفعل ما يعرف، وممكن يكون الإدخال من قبل لجنة امتحانية أيضا حسب الآلية اللي هي تستخدمها العمادة والقسم. هذا الآن التفاصيل كاملة تكلمنا معها بالفئات. ملاحظة جدا مهمة، تقديم النماذج في المودل يفضل تكون بشكل بنك أسئلة وليس نموذج ثابت سؤال ثابت. يعني مثال النموذج الأول ما يعني يفضل ما يقدم بشكل ورقي كأسئلة ثابتة، خمسة أسئلة اختيار، خمسة صح وخطأ، مقاليات اثنين، وشورت أنسر خمسة وانتهت، هاي راح تتكرر على كل الطلبة. لا، يفضل يزداد الأسئلة كبنك ويتم اختياره عشوائيا للنموذج الأول، يختلف عن النموذج الثاني أسئلته وهكذا.